استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا رونالد لامولا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والسيد جوزيف ماشمباي سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة. وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الجنوب أفريقي نقل للسيد الرئيس رسالة شفهية من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تتضمن الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وحرصه على مواصلة تطوير العلاقات والروابط بين البلدين، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين سيادته والرئيس رامافوزا. وفي هذا السياق تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في جميع المجالات، خاصة في ضوء عضوية البلدين بتجمع بريكس ودورهما الفاعل إقليميا وعلى مستوى القارة الأفريقية. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية وجهود مصر وجنوب أفريقيا في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بجميع السبل، حيث تم استعراض المساعي الجارية للتوصل لوقف لإطلاق النار في المنطقة. وتم في هذا الصدد تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي عن التحرك بشكل موحد وحاسم لاتخاذ خطوات تنهي التوتر في المنطقة وتمنع توسع الصراع. هذا وقد تم كذلك تناول سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا المقبلة لمجموعة العشرين، حيث أكد السيد الرئيس أهمية العمل المشترك لوضع أولويات التنمية الأفريقية على الأجندة الدولية، وكذا تحقيق الاستفادة المثلى من عضوية الاتحاد الأفريقي الجديدة في مجموعة العشرين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى القضايا الأفريقية وسبل تعزيز التعاون من خلال الاتحاد الأفريقي وجهود تعزيز الأمن والسلم بالقارة، حيث حرص وزير العلاقات الدولية الجنوب أفريقي على تأكيد تقدير بلاده للدور المصري الداعم للدول التي تتعرض للأزمات في المحيط الإقليمي لمصر، وكذلك على المستوى القاري سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني. وقد أكد السيد الرئيس ترحيب مصر باستمرار التشاور والتنسيق مع جنوب أفريقيا على جميع المستويات بهدف التقدم نحو تحقيق السلم والأمن والتنمية بأفريقيا.